من الحلبة المربعة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من امسك نفسك، البرنامج اللي بيضحك فيه كتير بيطلع أخير. ومعانا النهاردة بيمثل إنه ستاند أب كوميديان طه دسوقي. أول أستاذ عامل شهادته فوتوشوب حازم راغب، بقاله فترة مش بيطلع الكوز عشان مش بيفهم النكت يا الصادي، وزنه أخف من دمه بودي. قوانين اللعبة سهلة، عندنا ثلاث مراحل، في كل مرحلة كل واحد فيكم هيحاول يضحك الباقي، وأكتر واحد يضحك هيبقى الكوز. عقاب حلقة النهاردة هتقطم صابونة. أول سؤال معانا هو قلشات، عايزين قلشات عن كرة القدم، ونبدأ بطاها. هو حارس المرمى بيدلع ابنه ازاي؟ ازاي؟ بيبوسوا ايده ورجل. حلوة دي في الجون. قلشات عن الكورة، انتوا عارفين ان اول واحد بيصحى في المنتخب حسام البدري؟ غبية قوي. ماشي. جميلة. طبعا. قلشات على الكورة. فينيسيوس ورودريجو ممنوعين من السجاير ليه؟ عشان واقفين جنب بنزيمة. قلشات عن كرة القدم. فهد العتيبي ودى هدوم المغسلة كواهم. قلشات عن كرة القدم. لعيب كرة كل أكل من الشارع جاله تسلل. هنبطل نتفرج عليه. أعمل إيه دلوقت؟ ناخد ماشي. قول بقى شوقتنا. والله ده بريك ما بين الشوطين. قلشات عن كرة القدم. صاحبتي الزملكاوية زعلانة مني. ليه؟ قفشة. جامدة جامدة جامدة. ماشي. مؤاخذة صاحبي. صاحبي الزملكاوي. والله مش عارف أنا. قول لاين قول لاين. كواهم. قول قول قول. مش قاعدين ما يعملوش نازل. كواهم. لعيبة نادي البنك الأهلي لما بتطرد بياخدوا ريد كارد. قلشات عن الكورة. الحكم لما بيروح اجتماعات اتحاد كرة القدم بيقول لهم ده الكارت بتاعي. ده بيشتغل فين ده؟ حكم راية اسمه أبي راشد بقى شوية يعني. دبل 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 جوكس. أنا ممكن أقطعها يعني. تاني سؤال معانا حاجة تتقال، عايزين حاجة تتقال في الشغل وجنينة الحيوانات، ونبدأ بيايا. حاجة تتقال في الشغل وجنينة الحيوانات. النهاردة برينج يور سان تو ورك داي، تعالى يا ابن الكلب. جمهور مأجور ده ولا؟ مأجور ايه انتوا؟ مأجور مأجور انت هتبقى مأجور ايه؟ مأجور جمهور مأجور. لا نقطة حلوة طبعا. لا لا فكر فيها، هي حلوه جدا. ما انت حدش فكر. ده هكشم لك والله. يلا قول ايه ده في ايه. حلوه قول. يلا حاول تشغل دماغك شويه. كواهم. حاجه تتقال بقى في الشغل وجنينه الحيوانات. بياكل كم مره في اليوم ده؟ ايه ده حلوه قوي. حلوه جدا. حلوه جدا. حلوه قوي. صح 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 قوي. حاجه تتقال في الشغل وفي جنينه الحيوانات. صباح الفل يا بهاين. مدير خاص. ازيك يا غزال؟ انت بصيت لي ليه؟ صح صح. ما فيش غزلان هيعمل ايه؟ حاجة تتقال في الشغل بجنينة الحيوانات. أهم حاجة عندنا هنا الفيل. بس ما تجيبش ايدك عند بقه بقى. حاجة تتقال في الشغل وجنينة الحيوانات. يا كلب وحشتين. نايس. مفروض تقول لك ايه الزرافة. حاجة تتقال في الشغل وجنينة الحيوانات. اردى. عمدا احنا ممكن ما نخلص اي صعبان.
واسعه جدا. خش بقى اي حيوان بقى بالظبط. حاجه تتقال في جنينه الحيوانات في الشغل، ايه الريحه دي يا جماعه؟ منطق منطق. انا عارف ان هي وحشه. لا انت لا شغله شغله. حاجه تتقال في جنينه الحيوانات والشغل، ايه ده يا حرام؟ اكاونت مانجر اكاونت مانجر. هتشتغل لحد بكره يا حرام. جالك تعديل بيت؟ انا جاي اقول لك المعلومه بس يا حرام. تالت سؤال معانا، جاءنا البيان التالي، جاءنا البيان التالي، زومبيز عملوا فرح. ونبدا ببودي. جاءنا البيان التالي، زومبيز عملوا فرح، المعزيمه هتخش تنقط دم. ذكيه قوي. الزومبيز عملوا فرح، ما عرفوش يكتبوا الكتاب عشان بيعدوا الايد اللي تتمدله. مازون قال لهم ايه يا جماعه، ناكل بعض ولا ايه؟ خلاص خلاص. كان المفروض اقفلها هنا فعلا صح، كان المفروض ما تاكلش حق اخواتك بقى. انت عارف الزومبيز لما عملوا فرح جابوا نوال الزومبي. عينيك مأكولين. جانا البيان التالي، زومبيز عملوا فرح، واحد جه من غير مراته والناس كلت وشه. جانا البيان التالي، زومبيز عملوا فرح، الزفه هتبقى على مزيكة اعدام ميت. انت اتكسفت؟ كانت عامله ازاي دي؟ انا بحاول افتكرها برضه. الفكره مش في كده يا جماعه، الفكره في اعدام ميت. اه ما انا عارف. ما يمكن. طب ضغطين الولد يمكن ايه؟ الولد طيب. الزومبيز عملوا فرح، العروسه كانت عايزه تجيب سعد الصغير، العريس رفض قال لها مش هيكفي المعازيم كلهم. ليه يا عم معاه 12 واحد الفرقه دي؟ الزومبيز عملوا فرح، الحلو صوابع زينب الله يرحمها. زومبيز عملوا فرح، جابوا كنتاكي عشان دي الاكله الوحيده اللي ممكن تاكل صوابعك وراها. او صوابع زينب وراها برضه عادي. يعني صوابع زينب خيشت لي اللاين. ودي كانت نهايه حلقه تمسك نفسك، واكتر واحد ضحك فيكو الكوز طه دسوقي. الله يا جماعه، ده ذنبي اني بضحك. فتح هنا خلاص. هم يا جمل، كل قطمة هلوكس ولا دي غسيل معده؟ غسيل معده. هم وتفاع على طول؟ لا لا لا، يتفاع على طول. اه يعني ايه القرف ده؟ ايوه هم. يا بلو بلو بلو. يا سلام. يا عيني يا ابني. ده عشان تنظف بس كده وتقول افات حلوه. عملت طبيب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ايه ما تيجي نقعد نلف ايه ده، تعالى نعمل كده كراسي موسيقيه. انت خسران، اقعد لوحدك ما تلعبش. ممكن الف معاكم علاشات عن امسك نفسك. وبمناسبة كأس العالم، سؤال الحلقة هو علاشات عن كرة القدم. اكتبوا لنا اجاباتكم في الكومنتس، وبما اننا ما وصلناش كأس العالم السنة دي عايزين نوصل لخمسين ألف لايك. كنتوش تعملوا اشتراك في القناة، ولو عايزين تشوفوا أكتر دوسوا هنا، واعملوا لنا فولو على فيسبوك وتويتر وإنستجرام.